كابتنه كابتن فريق النادي الاهلي لكره الطايره شروق. شروق بنرحب بيكي طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك. عايزه ابارك لك يا شروق واقول لك طبعا الف سلامه، انا عارفه ان انت برده متواجده مع الفريق بجد خلاص. عايزه اقول لك طبعا الف سلامه ومبروك، وتاني بطوله ليك يا كابتن وككابتن فريق النادي الاهلي. يا رب الحمد لله، الله يبارك فيكي. طبعا انا سعيده جدا ان احنا بنتوج ببطوله الدوري، بطوله الدوري دي اهم بطوله في السيزون، او اهم بطوله كمان بالنسبه للنادي الاهلي، اطول بطوله يعني. فالحمد لله، عقبال بجد يا رب كل اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. كانت طبعا شعورك اكيد بقى، احنا اتكلمنا عن شعورك في اول بطوله، تاني بطوله يمكن الشعور على فكره برده لسه مبسوطه، كانك يعني دي تاني بطوله كانها اول بطوله بالنسبه لك. البطوله دي طبعا زي ما انت قلتي بطوله مختلفه، وكمان ظروفها مختلفه والاحداث بتاعتها كانت مختلفه خالص، يمكن فوز خساره وفوز النهارده الحمد لله. بصي انا بالنسبه لي عندي تارجت، اللعيبه كلها فاهمه ان اهم حاجه المصلحه العامة، ما فيش حاجة اسمها بقى مين لعب مين ما لعبش، بجد كله ما فيش أي حد بيزعل. احنا تعبنا قوي السنة دي، بجد تعبنا قوي السنة دي، فاللي هو دايما بنفتكر الموضوع ده، احنا من شهر 7 احنا طالع عينينا، فما تضيعوش اللي هو يعني شوية مثلا. ايوه الماتش اللي فات كان تعب يعني، كان إجهاد وكان باين قوي على اللعيبة، فما تضيعوش التعب ده عشان خاطر معلش شوية إجهاد معاهم دايما، عشان خاطر شوية إجهاد افتكروا دايما التعب اللي احنا تعبناه. والحمد لله هم بجد يعني مركزين، وانا بجد واثقه فيهم وفي كل الفرقه، وباذن الله باذن الله هنتوج الاربع بطولات باذن الله. انا متفائله السنه دي والله. احنا واثقين فيكم والله يا كابتن، وان شاء الله نشوفك بقى الكاس وافريقيا باذن الله، صوره الكاس وافريقيا باذن الله ان شاء الله. ميرسي جدا يا شروق. العفو على ايه، ميرسي. كده طبعا كانت لقاءاتنا يا مريم مع يعني بعض او يعني عدد من لاعبات النادي الاهلي، فتيات الذهب بعد حصولهم على بطوله الدوري لهذا الموسم.